السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سنقوم بعقد مؤتمر إدارة طب الأسنان العلمي الرابع في دولتنا الغالية الكويت في فندق الجميرة ما بين 13 إلى 15 فبراير من العام الحالي، وتحت شعار رؤيتنا لغد أفضل. ويشمل هذا المؤتمر على العديد من الفعاليات، ومنها المحاضرات العلمية المتنوعة وورش العمل ومعرض الشركات المشاركة. ويبلغ عدد المحاضرين 32 محاضر من 15 دولة محلية وإقليمية وعالمية. ويمتاز هذا المؤتمر عن غيره من المؤتمرات بأنه يستهدف بالإضافة إلى طباء الأسنان إلى فني صحة الفم وفني المختبرات والأشعة والهيئة التمريضية والهيئة الإدارية. وأحب أضيف على هامش هذا المؤتمر راح يكون هناك فيه اجتماع 16 للجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان اللي هو KUDR، والذي تضمن ملصقات علمية للأبحاث المتعلقة بطب الأسنان. يسعدني ويشرفني حضوركم جميعا ومشاركتكم لفعاليات هذا المؤتمر، وأهلا وسهلا فيكم في شهر فبراير وهو شهر الاحتفالات الوطنية، وكل عام وأنتم بخير.